قرر مجلس النواب خلال جلسة له صباح الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطرونة وحضور عدد من الوزراء مشروع قانون حظر الأسلحة الكيميائية. نحن نعترف أن في الأردن لا يوجد أسلحة كيماوية لا عسكرية ولا سلمية، كلها هي صناعية وزراعية كما ورد على لسان معالي وزير الداخلية في المادة 3 من هذا المشروع. وقرر مجلس الوزراء في 97 المصادقة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. هذه الاتفاقية هي تابعة للأمم المتحدة وتضم في عضويتها 187 دولة، وصدرت الإرادة الملكية بانضمام الأردن إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 28/11/97. وأنا أعتقد أن هناك مواد كيميائية كثيرة في البلد استعمالها يومي، وتصدر بعضها للخارج كأملاح بحرية وأملاح كيميائية أخرى مختلفة. أنا أوصي بإضافة الحصول على الموافقة لهذه المادة وفقا لأحكام هذا القانون. استعمال المواد الكيميائية المعدة لإحراز مدافع الشغل. ويحدد مشروع القانون استخدامات المواد الكيميائية في الأغراض غير المحظورة والشروط والإجراءات اللازمة لغايات إنتاجها واستيرادها واستعمالها ونقلها وتخزينها والسيطرة عليها والمتاجرة بها وكيفية إتلافها، وينص على تشكيل لجنة وطنية تتولى متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية التي وقع عليها الأردن. ووافق المجلس على اقتراح للنائب عبد الكريم الدغمي يسمح باستخدام الغاز المسيل للدموع في مكافحة أعمال الشغب ليكون بديلا للنص الوارد في مشروع القانون، والذي يسمح باستخدام المواد الكيميائية على إطلاقها في أعمال مكافحة الشغب. وأنهى اقتراح النائب الدغمي الجدل النيابي حول الإبقاء على هذا النص أو إلغائه، وبذلك تكون الغالبية النيابية بالتصويت على اقتراح النائب الدغمي حددت المادة الكيميائية وهي الغاز المسيل للدموع في مكافحة أعمال الشغب. وخلال النقاش أوضح وزير الداخلية حسين المجالي أن الاحتجاجات والمسيرات ذات الطابع السياسي وغيرها ليست من أعمال الشغب، مؤكدا أن الأردن لم يستخدم في أي يوم من الأيام مادة كيميائية ضد الاحتجاجات والمظاهرات السلمية. إما ينقل أو يساعد أو يحضر.
إلى ذلك وقع 25 نائبا مذكرة نيابية تطالب الحكومة الاستمرار بتنفيذ عقوبة الإعدام في المملكة على من صدر بحقهم حكما قضائيا قطعيا مبرما بالإعدام. وجاء في المذكرة التي تبناها النائب الدكتور زكريا الشيخ: نحن النواب الموقعون أدناه نطالب الحكومة بالاستمرار في تنفيذ عقوبة الإعدام على من صدر بحقهم حكما قضائيا قطعيا مبرم، وذلك نظرا للآثار الإيجابية الكبيرة التي نتجت جراء تنفيذ الإعدام بأول دفعة 11 محكوما وما تبعها من إعدامات الإرهابية ساجد الريشاوي والكربولي. وأضافت المذكرة أن تطبيق حد القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ساهم في تحريك هذا الملف، وتم إجراء عمليات مصالحة عشائرية والتنازل من قبل أهالي المجني عليهم لأكثر من 52 محكوما بالإعدام، وبالتالي أدى إلى الحفاظ على حياتهم. كما طالب 32 نائبا الحكومة اطلاع المجلس على آخر تطورات شراء الغاز من الكيان الصهيوني. وشددت المذكرة النيابية على ضرورة اطلاع المجلس على مدى صحة توقيع الحكومة على الاتفاقية، وإذا صحت المعلومة ما هي شروطها وتفصيلاتها.